سمو الأمير، في حديث فضائي ذكرت مثال عن عام 96 والتبديل اللي صار أيام السيد فنقادة. نعم نعم، وتحدثت عن يعني بعض حديثك مع بعض النجوم في ذلك الوقت وقائد المنتخب. احنا بالمناسبة كابتن يوسف ثنيان من أحد النجوم اللي معانا اليوم. اي نعم، اهلا وسهلا، كيف الحال يوسف؟ هلا، مساك الله بالخير طول العمر. مرحبا، يمكن تتذكر. ايه، اول شيء ترى عمرك هارد لك، الله يحييك. شكرا، ان شاء الله خيرها في غيرها. ان شاء الله ان شاء الله الجاية تحسن ان شاء الله باذن الله تعالى. يمكن تتذكر يوسف بعد هزيمتنا من ايران في الدور الاول 3-0 عقدت اجتماع مغلق معكم كلاعبين. كلامك صحيح. نعم، وتفاهمنا على كل شيء، ودائما الحقيقة اللاعب السعودي ذو معدن أصيل، وكل لاعب في العالم ينخفض مستواه، وهذا شيء طبيعي في جميع أنحاء العالم. صحيح. وأنا ذكرت في حديث فضائية أنه طلبت مني أنه ننقل بقادة أنه أفضل مكان لك كلاعب أن يكون وراء رؤوس الحربة. بالضبط. بالضبط. وكان في اتفاق مع المدرب بن قادة أنه راح تنزل الشوط الثاني إلا إذا حصل شيء غير متوقع، وهو ما حدث بالفعل في الربع ساعة الأولى عندما استطاعت الصين أن تسجل هدفين في الربع ساعة الأولى، والتغيير اللي كان تذكره اللي طلع محمد شلية وصار خالد التيماوي وسط أيمن وظهير أيمن، ونزلت وسجلت هدفين وصنعت هدفين وفزنا على الصين على ما أتذكر 4-3، وبعد ذلك فزنا على إيران في الدور نصف النهائي بضربات الترجيع، وفزنا على منتخب الامارات الشقيق في المباراه النهائيه لكاس اسيا سنه 96. صحيح تعمرك، هذا دليل سمو الامير ايضا يعني على يعني تواصلك الدائم مع نجوم المنتخب ويعني والشفافيه اللي كانت بينكم في ذاك الوقت. كلنا على ال اهلا بكم من جديد، نجدد الثقه دائما مع الاخضر. تفضل علي. تعليق بسيط حقيقه، انا يعني اشيد ب يوسف ليش انت تحت الهواء غير مع الهواء؟ كلها لا هادي وكذا، وبعدين يوم قلنا فاصل طلعت السواليف. انا والله مشيت على فاصل وشفت فيها قهوه قلت اكيد فاصل. لا انا الحقيقه يا اخي انا توني اضحك والله العظيم يا ابو مشعل، توني اضحك. توك تضحك الحين إيه؟ عقب هالمباراه يا اخي اللي ضيقت صدري صراحه. مكالمه الحمد ريحتني. لا فعلا مشيت بالروح يعني بروح سمو الامير سلطان بن فهد واريحيته صراحه ان شاء الله. انا كان عند ناصر مقطع ما ادري وين، اقول هات الحين ما دامنا قلبنا الصفحه هاتوا المح يا مقطع ناصر مقطع المنتخب. انا اتكلم اشوفك تتكلم. ابي قبل ما يقول لي يوسف ختم بقى. خالد مسعد كان عنده مداخله وكان بيقول شيء ما اعطاني فرصه. انا اشوف الله يجزاك. وش كان سؤالك للامير؟ اكيد راح يوصل الامير. سمو الامير ابو تركي في مقطع ابيكم راح تشوفونه. ابيها يعني ابيها. لا ابيكم تعلقون عليه. ابي كابتن خالد مسعد وكابتن يوسف ثنيان يشوفونه وهم اللي يعلقون عليه. هو مقطع صامت يعني. صامت؟ المنتخب يعني؟ هم اللي يعلقون. حلو. اوكي. الله. اوه هذا مقطعنا هذا. هذا كاس اسيا 88. لا هذا 88 صح. هذا مقطعنا. كابتن فهد وانت مع الوضع موجود 88. موجود اي. يعني مش كان شباب يا. ايام كان حاط ورقتين رابحتين على طول، خالد مسعد ويوسف جازع. الله بجازع. تغيير على طول. شوف عمره الطويل. كان تغيير على طول. هذا يوسف اثنين توك مارك قبل شوي. ما بان عليه ما شاء الله يوسف. هذا كابتن فهد. صالح. وصالح. فهد. الدعية رافي. هذا 84 والله الدعية. هذه 88 دوحة. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه فيصل بن فهد. الله يرحمه. كل عبد الرحمن جنبه الله يغفر لهم جميعا. امين ان شاء الله. هذا زميلنا محمد البكر وباريج كابتن صالح المطلق. قاعدين احنا نعلق وانتم تعلقون انتم الحين. ما اعطيتنا فرصة.
ما انا مذيع ما اقدر اسكت. هاي طارق العواد يوم جايين فازين بالكاس. لا احنا بعد الكاس طارق العواد والله نبغى الايام هذه ترجع ان شاء الله يا رب تتكرر ان شاء الله يا رب. علي داود 29 جانيوري علي داود كابتن فايز عبد الله فهد الهرافي فهد الهرافي سويد محمد سويد سويد ابو فهد ابو فهد صالح النعيمه الله المستعان. هذه ايام جميله الحقيقه. ابو عزيز خيط طلعنا المطار لقينا الملعب كله مليان جمهور ان شاء الله تجي يا رب. استاذ الملك فهد ايام علي حمدان كان كان محور ولا ما انت ايام مرديك يا اخي قبل اي والله شوف لاحظ هذا تكريم ترى مين مباراه اي الله هذا استاذ الملك فهد جو المطار على استاذ الملك فهد نعم صراحه تشكرون على هاللقطه والله ان شاء الله ان شاء الله شوف اللاعبين الجيل الحالي كابتن حسن جمعان ايش ما القديم ايه ثنايا كتل نحاش بالكاس وش يسوي يعقوب هنا؟ بصور و بلقط طبعا حاش الله اكبر هذا حق التلفزيون في الفريان من زمان ولا مو فريان؟ فريان هو باللعيبه من تنحاش منها؟ من تنحاش بالكاس منها؟ فريان كان موجود من هو؟ لا هذه الايام ما كان لا كان موجود؟ لا من كان موجود؟ فريان اذكر صالح خليفه قال اسوي اعتزالي بس بنزل بالهليكوبتر عشان ما اشوف الله يمسيه بالخير زميلنا ابراهيم الفريان يعني المتابع جدا 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 كل المواقع لانه لكن انت كنت تاخذ كاس تنحاش يوم تروح لابوي طبعا ابغى ابارك الجماهير اللي حاضره تعرف اول بطوله يعني وبطوله بس من كان ناشب فيك؟ من تبي تنحاش منه؟ بلقطها من اللي قاعد نصور انه وياه مع بعض خلوه شوي بس اعطيها شوي ابغى القطه بس ماسكين تقول كانوا ماسكين قدر برد برد حرام ما اعطوني فرصه ما اعطوني فرصه يا رب ان شاء الله يتماسكوا الكاس ان شاء الله في الدوحه من جديد ان شاء الله كلهم كانوا معك ماسكين الكاس ولا نجحت كل محاولاتك دائما تنجح بس مع الكابتن خالد مسعد يا انا ليتني مسكت الكاس يعني لا في 88 ولا في 6 ولا في 96 حتى بعد هذيك الحركه الشهيره ما شاء الله حتى بعد الفنيلات الواحد مره ما شاء الله اخينا اخذ الكاس في الملعب انا رفعت وعدتكم اياه على طول ويوم جينا هنا فهد انور ما شاء الله الصلاه على النبي الله يذكره بالخير ما اعطانا فرصه جري لاعب وشاهد بلنتي بس ما شلته شفته بس بس واهم شيء انه جاب بس الحمد لله هو اللي جاب ركله الترجيح الاخيره ولا شاء ولا شاء ما لمس الكاس ما شاله ابد بس يشوفه من بعيد على فكره اذكر ابو عبد العزيز بكره مباراه الهند هذا كنت تقول عليها انك ما تدري ان انت المباراه بوب هاوتن امس علقت عليها صح؟ لا علموني بس المشكله تركيزي كله على شلون تركب الكوره بس اهم شيء بس يوم نكبت تذكرت استوعبت رجع يا موايك كذا ما شاء الله العالم كلها تجري ترى بكره على فكره مباراه الهند استراليا هند واستراليا بكره ترى هي المباراه الوحيده اللي مباراه الساعه 7 الصباح الساعه 7 الصباح ليش؟ زي اوقات الهوكي زي اوقات الهوكي يبدون مباراه الساعه 7 الصباح الهنود عشان تعرف كريكت ولا هوكي معزومين معزومين الهنود في البطوله ذي وعلى فكره كلهم متميزين في الكريكت استراليا ولا كريكت لان ابو حمدان والاستاذ احمد قالوا انه الفريق الهندي جاي طبعا من دوره بدور انا ماني مقتنع بالكلام ذا عبد بكره يا انك انت تلعب تصفيات اسيا زي الناس وتتأهل وتتأهل اما تجي كاس التحدي يعني معناته انك انت جايب واسطه اسيويه يعني يا ليتنا اتصلنا على الامير سلطان بدري كيف مدرب الهند بوب هاوتن بوب هاوتن مدرب الهند بوب هاوتن يعني مش مدرب عادي يعني جاي مقتنع بالمجموعه ولا كان دوري واحد هو مدعوم للاتحاد الدولي يبدو لي وكذا مش والله اتمنى ان شاء الله انه يساهم في رفع المستوى لما منتخب الهند يظهر بمستوى مدرب الاتحاد بوب هاوتن يعني يطلع فيهم 20 لاعب كان العالم مفترض ان شاء الله يقدمون 11 لاعب لو يتاهل طيب المنتخب الهندي ابو يعقوب لو يتاهل المنتخب الهندي ايش يصير؟ لا دي مستحيل ابد مره ما يمكن ما يمكن كرة القدم هي خلاص هم متخصصين حتى يعني في فترة من الفترات لما نطلع طبعا من جهة البر هناك جهة السمامة ولا في جدة هناك
شوفهم هل من الصباح يلعبون كريكت الكريكت يعني متون فيه طق عصي كلها ايه. لا يعني كل بلد كل بلد لها لعبه شعبيه نعم نعم انت تخشى من مين انك تضيع ركله الجزاء مثلا ضربه جزاء او ركله كتف كابتن يوسف انت يعني قبل شوي احنا استشهدنا بالامير سلطان وكيف مع لما كنت القائد ذاك الوقت وكابتن المنتخب ايضا انت لك لمساتك مع بعض اللاعبين تشوف لاعب تايه او لاعب مو مركز او شيء تحب توصل له رساله من ضمنها مثلا في المباراة النهائية في 96 ايضا نفس اللي تحدث عنها الامير سلطان قبل شوي المباراة النهائية كانت امام منتخب الامارات الشقيق مع فهد المهلل انت لاحظت فهد المهلل فهد المهلل يقول سألت الكابتن يوسف من اللي بعد ما اجريت القرعة قلت له وين تلعب يسألك وين تلعب قلت له روح اسأل الحكم انا شفت فهد المهلل تقريبا تفكيره الذهني ممع جمهور يدور فقلت خلني اقول له الكلمه ذي لعل انه يدخل بضحكه ويبتدي في جو المباراه افضل فقلت يقعد يضحكه اي هو سالك قال وين احنا وين بنروح يمين اي بعدين طبعا جاوبته طبعا قلت له طيب تعال هنا يعني ما كنت ناسي من اصلا لا كنت انا عارف طبعا يعني تعرف ان القرعه واضحه وضوح الشمس بس سال فهد ما نلقى وين نروح قال راح اسال الحكم صح؟ قلت خلني هذه لان اشوفه طاق هواجس قاعد يناظر الجماهير ايه وهذه طبيعي أيه اللاعب يكون في حاله أيه خاصه طبعا سرحان وكذا أيه بس يعني هل دائما يتهم يوسف يقول اثناء المباراه يجي هجس يغيب عن المباراه دقيقتين ثلاث دقائق ترى هم اثنينهم ترى فيهم لا لا فيهم الذب وفيهم المزح وفيهم هذا الاثنين ترى ما تدري من اللي لعب على الثاني يمكن ذاك يبغى يكتشف ابوه عبد العزيز في عندنا لعيبه انا تابعتهم انا ممكن اهجس برا الملعب صراحه ممكن اطق هجس لكن جوا الملعب هذا يكون عندي تركيز كامل لكن في لعيبة عندنا غير ذكر اسمه ابغى يقوله خليه يقول لا عطنا مثال واحد مثال واحد ما في سهل عشان ختم لا ما اختم لا عشان بختم والله بس عطني مثال واحد مو مختمين اللي تقول واحد لا والله ما وجد بس واحد يلا عشان يختم عشانك لا يعني هوجس هجمة مرتدة شيء هوجس والله لازم وين يبغى لك تلاحق بصفيره طيب بدون ذكر اسماء عطنا مثل بدون ذكر اسماء قلت واحد ضايع اول حرف وناس الفريق يعني مسرح يعني بعيد خلاص يسرح لازم تتابع لازم تذكره ولازم كيف تذكره في بعض المباراة طبعا من الصعب انه يكون على طول لكن لا كيف تلاحظ انه سرح وخاصه المباريات الثقيله اي فتلقى الرجل سؤال مهم والله كيف تلاحظ انه سرح جي الكوره لما تشوف اللاعب تلعب للراجل كوره ويكون متقدم تجي تلقى الرجال موقف ناظر الجماهير لازم تنده له والله في يعني حصلت بس تمشي الامور يعني ما كنا نتكلم عنها ولا كنا نتطرق على مثل هالامور وكذا كانت تمشي الامور